واليوم وهي تطفئ شمعتها 51 من عمرها نقول لها كل عام وأنت بألف خير. نهنئ كافة منتسبي جامعة بغداد من مساعدي رئيس جامعة وعمداء ومعاوني عمداء ورؤساء الأقسام والتدريسين والموظفين والطلبة كافة بهذه المناسبة، مناسبة مرور 51 عاما على تأسيس جامعة بغداد والتي احتفلنا بيوبيلها الذهبي في العام الماضي. تعد جامعة بغداد من الجامعات العريقة بين الجامعات العربية والدولية، إذ حافظت على مستواها العلمي الرفيع على الرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت بالعلم بشكل خاص وعموم مؤسسات البلاد الأخرى بشكل عام. الجامعة الأم بوصفها أحد أهم وأبرز الجامعات على مستوى العالم العربي ودول الشرق الأوسط وضمن العالم الغربي والأوروبي، وهي التي وقعت على كاهلها المسؤولية الأولى في بناء صرح التعليم العالي والبحث العلمي وتغذية المؤسسات والوزارات العراقية بأهم النخب العلمية عالية المستوى والملاكات الإدارية الرفيعة الأداء. إن جامعة بغداد باقية في أعماق التاريخ، هي أم يظلنا سقفها وتظلنا شرفاتها وتجمعنا غرفها وحجراتها، ونأوى إلى قاعاتها ومكتباتها ونمشي في عرصاتها وساحاتها، ونحن نقول إنها تاريخ طويل وعريق ممتد طوال السنين تفخر به الأجيال القادمة لما تقدمه من علماء ومفكرين تملأ أعمالهم الدنيا في مشارقها ومغاربها. الآن الحقيقة جامعة بغداد عندما تجلس مع بقية الجامعات العالمية في مؤتمر أو في ندوة أو في حلقة